ماذا أنت إذا أنت مصليا محافظا على طاعة الله؟ أذكار الصباح أذكار المساء لا تهتم لأحد. والله كل من حافظ على طاعة الله لن يؤذي شيء بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أما الذي هو بعيد عن طاعة الله عز وجل ومقصر في الصلاة، وبعضهم الذي يصاب بهذه الأمراض ينام على جنابه، ينام وهو لم يغتسل، ولربما أخذ اليوم واليومين والثلاثة، فيتعرض للشياطين ويؤذونه. المؤمن والمؤمنة يأتي الشيطان يريد أن يؤذيه، لكن عندما هو قد صلى وذكر أذكار الصباح أو أذكار المساء، وهو نائم قرأ آيات الكرسي والمعوذات، ثم نفث في يديه ومسح على رأسه، لا تهتم، خلاص أنت الآن في وقاية، الملائكة تحفظك بإذن الله. قد يأتي بعضهم اللي هو اسمه الكابوس أو الجاثوم، وهذا من كثر الشغل أو التعب أو الإرهاق أو القلق، فيأتيه على صدره أو على جسمه فيحس بأنه يريد أن يتنفس، يريد أن ينادي فلان، يريد أن يقوم فما يستطيع. هذا أمر سهل، هذا معروف عند الناس كلهم يأتيه. فالبعض أيها الإخوة يأخذ من هذا الجانب يقول أنا عندي سحر ولا أنا عندي مس أو عندي عين، لا. من الحالات التي أعرفها وقرأنا عليها ورأينا هذه ليس لا مس ولا سحر ولا عين، وإنما هذه من القلق أو الأمراض الأمور التي تأتي في حياته، يتعب فيتأثر قليلا. أتريد البعض مباشرة يقول لو أنت عندك سحر، عندك مس، عندك عين، أصبح الناس عندهم خوف من هذا الشيء، أي شيء يحصل قال أنا عندي مس، أنا عندي سحر أو عندي عين، أصبح مرض الوهم حقيقة، يتوهم الناس. لا يا إخوان، ما كل إنسان يعني حصل له شيء أنه عنده هذا الأمر، قد أصيب ببعض الأحيان قد يصاب بمرض نفسي، أو عنده بعض الأحيان مرض عضوي. وللأسف بعض الرقاة أو بعض الإخوة يقول لو أنت عندك كذا وكذا، قد يحتاج طبيب. بعض الأحيان يجي آلام في الرأس شديدة قال أنا عندي عين، قد يكون عنده آلام في رأسه أو في بطنه أو في أي عضو من أعضائه، أو عنده بعض الأحيان قد يكون هناك من المرض النفسي الذي يحتاج. لا شك نتفق جميعا أن القرآن شفاء لجميع الأمراض النفسية والروحية والعضوية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لكن أنا أريد أن أرسل هذه الرسالة لكم، ما دام أنك محافظا على طاعة الله وعلى الصلاة وعلى القرآن وعلى الأذكار فلا تهتم، وإن أصابك شيء فهذا رفع بدرجاتك وتمحيص لذنوبك، ولله حكمة في ذلك. لعل اتضحت لديكم الآن، أن نرجو أننا نذهب هذا الهم منا والوهم الذي أي إنسان قال أنا عندي كذا وكذا. لما تحس بأي شيء اقرأ على نفسك، نريد أن نتعلم، أنت طبيب نفسك، الدواء بين يديك، القرآن موجود، تحفظ ما تستطيع افتح المصحف، الأذكار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، قال يا رسول الله إني أشكو من وجع في جسمي منذ أن أسلمت. يقول أنا عندي وجع، عندي مرض، يقول في رأسي أو في بطني، قال في جسدي منذ أن أسلمت. فيريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه أو يدعو له، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟
واسمعوا يا رعاكم الله. قال له يبين لنا جميعا وبإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه أو أن يدعو له بدعاء مستجاب، لكن رسالة لنا جميعا. قال ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ضع يدك على الرأس، البطن، الرجل، أي مكان. قال ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ثم ماذا؟ قل بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات. الألم في رأسك، بسم الله بسم الله بسم الله، وأنت بذلك في قلبك وفي نفسك اعتقاد جازم أن الله هو الشافي، يخرج من قلبك ونيتك صادقة. أنت لما تقول بسم الله وأنت تسمي الله سبحانه وتعالى وتعتقد أن الله هو الشافي، ليس فقط بسم الله بسم الله بسم الله، هذا ما في الآن حتى استشعار لهذا الدعاء وهذا الذكر. فأنت تقولها بصدق، أنت المريض وأنت اللي بحاجة إلى الله. ولهذا ينصح أكثر الناس أنه هو يقرأ على نفسه، الزوج على زوجته والزوجة على زوجها والابن على أبيه والأب على ابنه أفضل. قال ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل 7 أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، فشفاه الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، هذه صيدلية مفتوحة 24 ساعة، صيدلية النبي صلى الله عليه وسلم. خذ الدواء، الدواء بين يديك، كتاب الله، الفاتحة أفضل سورة للشفاء. اقرأ على رأسك الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأنت تستشعر بذلك وتقرأها بتدبر وتأمل 2-3 مرات 4 مرات 5 مرات 7 مرات 10 مرات. أنت المريض، أنت اللي بحاجة، لا تنتظر أحد. لربما يأتي هذا يقرأ عليك 1-2 مرات ثم يذهب، أو ربع ساعة نصف ساعة، لكن أنت في بيت وأنت نائم، يعني مستلقي وأنت جالس، ألم في رأسك في بطنك في أي شيء، الفاتحة علاج موجود معك. ثم لا مانع، لا يعني هذا لا نذهب إلى المستشفيات، نأخذ بالأسباب. يذهب الإنسان إلى المستشفى، هذا أمر مشروع، لكن بداية نأخذ القرآن ثم اذهب إلى المستشفى، اعمل تحاليل، اعمل ما شئت. ابن القيم مكث 1 شهرا كاملا في المسجد الحرام، كان في مكة، وكان عنده ماء زمزم ويقرأ عليه الفاتحة، فشفاه الله سبحانه وتعالى. وأعرف حالات في المستشفيات اللي مصاب بمرض السرطان عافانا الله وإياكم سنوات، واللي مصاب ببعض الأمراض لا شك أنه مرض قضوي ويحتاج مستشفى، لكن الله قدير على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء. 2-4 مرات 7 مرات شفاها الله سبحانه وتعالى وخرج من المستشفى. أعرف حالة من الحالات، والله أيها الإخوة أنا قرأت عليها حتى أذكر لكم، أنا ما أريد أن أقول قرأت، لكن حتى أبين لكم أن أنا الذي وقفت عليها. له عدة أيام في العناية المركزة، قالوا هذا خلاص ميت ميت. طبعا هذا رجل مشهور بالأدب، أديب وشاعر، وإذا وقف ما شاء الله يتحدث بطلاقة، فكأنه رجل رأى وأصابه بعين. عند ذلك أصيب وأدخل المستشفى،
له ثلاثة أيام أو أربع أيام قالوا خلاص حال ميت ميت ما يتكلم انقطع منه الصوت. جئت هو يعني قريب من بيتي جئت إلى المستشفى أزوره فقط وقالوا للأخوة فلان كذا وكذا كان عشية جمعة مثل هذا اليوم وفيه ساعة إجابة تدعو الله عز وجل قبل الإفطار يعني اليوم يوم جمعة آخر ساعة إجابة بإذن الله كما رجح العلماء وكذلك دعوة الصائم